أهلا بكم في قناة أفكارك ثقافتك. أنه ذلك البهلوان المحتال قاطع الطرق البستاني، أنه حيوان السنجاب الذي نراه في أفلام الكرتون يسرق الطعام ويخبأه. بالتأكيد هو يبدو لطيفا للغاية بفرائه اللطيف وذيله الكثيف، ولكن ليس هذا فقط ما يميزه. فهل تعلم مثلا أن السنجاب يستطيع القفز لمسافة تصل إلى 10 أضعاف طول جسمه؟ كما يمكنه تحويل كاحليه 150 درجة لمواجهة أي اتجاه عند التسلق، وهو يمتلك رؤية بصرية رائعة ويتمكن من تقليد الحيوانات الأخرى بسرعة. والسنجاب لا يخجل من الخروج أثناء النهار أمام البشر، مما يجعله واحد من الثدييات البرية النادرة التي يمكن مشاهدتها كثيراً. السنجاب واحد من القوارض الصغيرة الذي يمتلك ذيلاً ممتلئ كثيف الفراء، وهو يتواجد في جميع أنحاء العالم. وهناك أكثر من 200 نوع من السناجب في جميع أنحاء العالم، ويتم تصنيفه في الغالب إلى 3 أنواع مختلفة، وهي السنجاب الأرضي وسنجاب الشجر والسنجاب الطائر، وتختلف الأنواع حسب حجمها ومكان إقامتها. ووفقاً للتقارير، يتواجد السنجاب في كل قارة باستثناء القارة القطبية الجنوبية وأستراليا. ومن المعروف أيضاً أنه يدخل في وضع السبات لفترات طويلة من الزمن، على الرغم من أنه ليس سبات حقيقي. وصف السنجاب: هذه الحيوانات القارضة صغيرة الحجم وذكية، والسنجاب لديه جسم نحيل ولديه عيون كبيرة وذيل كثيف، وفراؤه قصير وحريري وناعم جداً أيضاً. ومع ذلك فإن سماكة الفراء تختلف من نوع لآخر، ويأتي الفراء في مجموعة متنوعة من الألوان، بما في ذلك الرمادي والبني والأصفر والأحمر والأسود والأبيض. ويعتمد لون السنجاب أيضاً على نوع السنجاب. يمتلك معظم أنواع السناجب آذاناً صغيرة ولكنها مدببة، مع مخالب صغيرة وحادة، مما يمنحه النفوذ الذي يحتاجه لتسلق الأشجار بسرعة وبكل سهولة. ويبلغ طول أصغر سنجاب 10 سنتيمتر فقط، في حين أن بعض أكبر السناجب في العالم يمكن أن يكون حجم جسمه من 30 إلى 50 سنتيمتر، وذيله أكبر، حيث يصل طوله إلى 60 سنتيمتر في بعض الأنواع. سلوك السنجاب: هذه القوارض حيوانات دافئة وغامضة، وتتخلى بسهولة عن ثقتها في البشر. ويمكن أيضاً الاحتفاظ بالسنجاب كحيوان أليف، ويمكنه أن يأكل من يدك إذا كان يثق بك بدرجة كافية. والسنجاب أيضاً ذكي جداً، ومن المعروف أن دماغه مخصصة للوظائف البصرية، وبقدر ما قد يكون من الثقة، فقد يحدق في شخص ليحكم على ما إذا كان الشخص آمناً أم غير آمن بالنسبة له. وسوف يتسلق شجرة بسرعة في حال شعر بأي خطر على الإطلاق. ومن المعروف أيضاً أنه حيوان مزعج، ويصدر أصواتاً من خلال الثرثرة والصراخ، وخاصة خلال موسم التزاوج. والسنجاب يفضل تخزين المكسرات والبذور والمواد الغذائية الأخرى، ولكنه لا يخزن كل شيء في نفس المكان، وبدلاً من ذلك يختار أماكن مختلفة حتى يتمكن من العودة إليها عندما تصبح الظروف الجوية قاسية. كما أنه يدخل فترة السبات خلال فصل الشتاء، وعادة ما يحفر الجحور ويستريح فيها لحماية نفسه من البرد وكذلك الظروف القاسية. وتكون هذه الحيوانات أكثر نشاطاً خلال النهار وأثناء الفجر وعند الغسق. موطن السنجاب: تشير التقارير إلى أنه يمكن العثور على السنجاب في كل قارة باستثناء أستراليا والقارة القطبية الجنوبية، ويمكن العثور على أنواع مختلفة في مناطق مختلفة من العالم. ومع ذلك يمكن العثور على هذه الحيوانات في الغالب في الغابات الناضجة أو شبه الناضجة، وخاصة في مناطق الغابات. عادة ما يعيش السنجاب على أشجار الجوز والبلوط والجوز والتوت، مما يمنحه الكثير من الأماكن للراحة. ويعيش السنجاب الشجري بشكل خاص في المناطق المشجرة، ويفضل العيش في الأشجار. وفي الوقت نفسه يعيش السنجاب الأرضي على الأرض، ويحفر الأنفاق والجحور للتنقل تحت الأرض، ويستخدم هذه الجحور أيضاً في السبات والتعشيش خلال فصل الشتاء. وتصنع هذه الحيوانات أعشاشها بنفسها بمساعدة الأغصان والأوراق التي يتجولون في جمعها. والبطانة الداخلية لأعشاشها هي العشب والأوراق، وتسمى أعشاشها دري، وعادة ما تضعها على طول الفروع أو على المباني. تكاثر السنجاب: يتكاثر السنجاب مرة أو مرتين كل عام، ولديه فترة حمل من 3 إلى 6 أسابيع، ولكن ذلك يعتمد على نوع معين، ويمكن أن يتزاوج هذا القارض مرتين خلال العام، وفي النهاية يكون لديه 2 من الصغار، وعادة ما يولد أحدهما في نهاية الربيع، بينما يولد الآخر في نهاية الصيف، ويفتح الصغار عيونهم في عمر 4 أسابيع، وعندما يبلغون 6 أسابيع من العمر، عادة ما يبدأون في الخروج من أعشاشهم.
أهم المفترسات والتهديدات التي تواجه السنجاب. يواجه السنجاب تهديدات من الأنشطة البشرية مثل التصنيع وإزالة الغابات، مما يؤدي في النهاية إلى فقدان موائلها والقضاء على سكانه ببطء، كما يتم تسهيل فقدان الموائل من خلال التحضر وكذلك حرائق الغابات. وهناك أيضاً بعض النباتات التي تهدد البيئة الطبيعية للحيوان. إذا أعجبك الفيديو لا تنسى الاشتراك في قناتنا.